يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض الدجاج المهبل. رح اعمله اليوم على الطريقه الحمصيه، هي اكله هي مشهوره بحمص. عندي هون فخاد الدجاج، فيكم طبعا انتم تستخدموا دجاجه كامله او فروش كامل وتقطعوا بيصير. عندي بطاطا، خمس حبات من البندوره، حبتين بصل كبار مقطعتهم بشكل جوانح، فليفله حبه واحده، عصير 2 ليمون، وعندي هون راس كبير او يعني راس من الثوم كترتهم انا شوي. عندي فليفله حمراء وفلفل اسود وكاري، الكاري هذا اختياري بس انا بلاقي الكاري كثير بيلبق مع الفروج لهيك بدي اضيفه. عندي ملح وكاسه زيت، هاي الزيت انا خلطه زيت زيتون وزيت نباتي، هو الافضل يعني الاطيب بزيت الزيتون، ممكن تحطوه يعني هذا لحال او هذا لحال او تخلطوهم مثل ما انا عملت. هاي هي كل المكونات. هلا رح نروح نقلي الفروج ونكفي شغل مع بعض. رح احط شوي صغيره من الزيت اللي انا مستخدمته، بدي اقلي فيهم الفروج، بدي احمرهم بس شوي. هلا عندي انا تأمر، شايفين كيف يعني بتحمرونه شوي بس، بدي ارفعهم احطهم على جنب وبعدين بحط البصل لحتى اقلي. بنفس الطنجره رح احط البصل، انا مقطعته جوانح هيك بهالشكل هذا، بقليهم بعد شوي بنحط الثوم، ما بنحطه مباشره معه بس ليدبلوا شوي، ما بدنا نحمرهم بس بدنا ندبله شوي صغيره. رح احط هلا الثوم بعد ما دقيته للثوم بهالشكل، حطه كمان معهم وقلبهم شوي، ما بده كثير الثوم. رح احط كمان شوي من الملح، انا حاطه بالثوم ملح، هلا بدنا نرجع نحط ملح بس هلا بس شوي انا حطيت قبل ما احط الفروج. رح اضيف الفليفله كمان، قلبهم معهم شوي، الفليفله اختياري مثل ما قلت لكم بتحبوا تحطوها او لا، هذا بيرجع لكم، بس جدا جدا بتطلع طيبه معاها، بس جربوها رح تلاقوها قديش طيبه، بتعطيها نكهه كثير كثير حلوه. ما بدها كثير يعني هي تقليبه شوي صغيره. هلا رح نضيف البندوره، البندوره انا قطعتها ارباع بهالشكل هذا، كمان رح احط عليهم واتركهم هلا شوي شي ربع ساعه او اكثر بس لحتى تدبل شوي البندوره. عندي هلا رح نحط قطع الفروج او اللي انتم عاملين دجاجه كامله يعني مو بس الفخاد مثل ما انا عامله، وبحط عليها كلهم البهارات اللي عندي. رح احط كمية الزيت اللي بقيت عندي كمان، كاسة مي، واتركهم غطيهم. هلا بدي غطيهم واتركهم على مهلهم على نار هادية لحتى يستو. لبين ما يستو انا بدي اروح هلا اقلي البطاطا لحتى نحطها كمان مع الفروج. بدي اقول لكم ملاحظة صغيرة بس، اذا لقيتوا المي قلت ممكن تضيفوا مي كمان شوي بس ما تكتروا، وحطوا المي تكون سخنة. بعد نص ساعة تقريبا هي بتتحمل وقتها يعني لانه نحن حاطينها على نار هادية، رح اضيف عصير الليمون، ما تحطوا الليمون من البداية حتى ما تشد معنا. هلا كمان بتركها هيك يعني بتتحمل معكم قريب الساعة، بس شوفوا استوت بتضغطوا عليها بتشوفوا استوت بتكون هيك جاهزة. انا قشرت البطاطا وقطعتها وقليتها صارت جاهزة هيك، رح نحطها بالصينية اللي بدنا نسكب فيها الفروج. هلا بس انا رح ارجيكم الفروج عندي صار مستوي. هذا شكله، شايفين كيف؟ تحمل معي تقريبا شي ساعة وربع حسب الفرن عندكم، حسب الغاز عندكم يعني تحطوه. هلا رح ناخذ نحن من المرقة هاي اللي طلعت من الفروج ونصبها فوق الصينية.
هلا الطبق بيتجهز هيك بهالشكل هذا وبتقدم هيك، يعني هي الأكلة هيك بتنحط فوق البطاطا وبتتقدم بهالشكل. أنا بحب حمر شوي الفروج، رح دخلها 10 دقايق بشعل بس من فوق لحتى حتى يتحمر الفروج وبطالعه. هاد شكله النهائي لطبقنا لليوم، أكلة جدا جدا طيبة، فيكم ما تحطوها بالفرن بس أنا بفضل إنه تحطوها، جربوها على طريقتي ما حتندموا، رح تلاقوها أطيب بكتير وقت تحمروها هيك بهالشكل هذا. إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ويا ريت تعملوا لكم طلع على فيديوهاتي القديمة، رح تلاقوا وصفات كتير حلوة ورح تعجبكم. وميت أهلا وسهلا فيكم بمطبخنا السوري.